من الصدقة المستحبة يعين الإنسان فيها استقطاعا من ماله، وأي باب أعظم من باب نصرة المسجد الأقصى والقدس الشريف. يا قبلة الأولى ويا باب السماء. الحمد لله القائل في محكم التنزيل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. مما يخفف لوعة الشوق وأسى الحزن أن نجد وقف الأمة لخدمة القدس والمسجد الأقصى، هذا الوقف الذي نسهم من خلاله جميعا في أصقاع الدنيا من أجل أن نكون عونا للرجل والمرأة، للمرابط المقدسي، لمن يشد الرحل عنا هنالك، لمن يقوم بما أوجب الله تعالى عليه في عمارة المسجد الأقصى. وأنتم تعلمون ما يتعرض له من مضايقات، تطال أموالهم وتطال أرزاقهم، ومع ذلك فهم ثابتون مرابطون، فحق علينا نحن المسلمين جميعا أن نسهم في هذا الرباط. هذا الوقف المبارك قد وفر لنا وسيلة للاستقطاع الشهري أو السنوي الذي ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يسهم فيه من خلال ما ييسر الله تعالى له من ماله، وهذا مما يجعل المال مباركا والرزق مباركا. مهما كان هذا المال المستقطع قليلا، فإن الله سبحانه وتعالى يبارك به هذا المال. يمكنكم من خلال أرصدتكم وحساباتكم أن تساهموا في هذا الاستقطاع إن شاء الله تعالى.